للاختيار ديال الفرق هاد العام قلنا الناس ديال مراكش بغينا نعطيهم واحد شويه ديال الامتياز لانه الناحيه العدديه نعطيهم امتياز لانه كورونا ما قدرتيش تجلبها بزاف. لا 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 دابا انا نمثلك نعطيهم شويه امتياز لانه اولا مدينه مراكش كرفصات بزاف ما كانش مدينه اللي كانت تعبات اكثر من مراكش بالنسبه للجانب الاقتصادي. اذا هاد الفنانات مراكش بغيناهم على الاقل ناخذوا اكثر عدد ما يمكن حسب الامكانيات ديالنا. لهذا خدينا 3% ما فين كيكون ديك 20% ما بين 15% 20%. دابا حنا قريب ضعفنا العدد ديال المشاركين باش لان واحد المهرجان كاين بعد اول بعدا كيدوز في مراكش. ثانيا هادشي ديال التنقل كنقصو منو. ثالثا مراكش هي المدينه اللي كرصت اكثر يعني درات اكثر على الصعيد الوطني. بالنسبه للميزانيه كيفاش كنختاروا هاد الناس؟ قبل حنا ديك الساعه اللي خدينا مهرجان 1999 درنا واحد الطريقه ديال الاختيار، كنمشيو نشوفو الجهات الثقافيه، درناها سبعة جهات ثقافيه، الشمال، الشرق، أطلس المتوسط، الأطلس الكبير، سوس، والسهول، سهول مراكش، أسفي، طربيلة إلى آخره. كنا كنديرو مهرجانات جهويه، هذوك المهرجانات اللي دابا تمسحو من بعد راه ما كانوش حتى رجع المهرجان الوطني للفنون الشعبية 1999 ومع سير أشعري ذاك الساعة كان وزير الثقافة كان كيدعمنا وكنمشيو للجهات وكنظمو مهرجانات جهوية وكنختارو الفرق أحسن فرق مثلا مشينا لأحوال المنتخب كنجيبو أحوال ديال المنتخب كلها ديال الجهة وكنختارو منهم فرقة ولا جوج مخير. كنمشيو مثلا لعبيدة الرما في واد الظن وخريبها كناخذو منهم احسن فرق اللي هي كاينه كندو الجنه ديال كنا الناس مهمين كيفهموا الفنون الشعبيه كيفهموا الموسيقى كيفهموا الرقص الى اخره وكنختاروهم. هادوك دابا ولاو هما المهرجان دابا اللي كاين احوال بلدات ما كانش حنا اللي صنعناه بهذه القضيه. كنا كنديرو فاش كنديرو في فنادق كنتفقوا مع صاحب الفندق كنتفقوا معاه باش نديرو ليه تنشيط واحد النهار ولكن في الفوق كيوكل لينا هو هذاك الفنان وكيسكن ديك اللجنه كاين شي خمسه الناس ديال اللجنه كيسكنوا هو وكلهم وذاك النهار كنشطوا ليه الوقت وكندوزوا هذو كنختاروا الفرق هكا كنا كنديروا. دابا حاليا ما ولاو دوك المهرجانات كاينين يعني معروفين الفرق بحال مثلا معدينا الربا صيفطوا لنا واحد الترتيب 28 فرقه اللي رتبوا اللي كاينه في المنطقه كلها ديال اخرين دابا تتطلب منها الثقافة والناس ديال رياض الرما خدينا الأولى والثانية والثالثة مثلا هكا كنا كنختاروا مراكشيين خدينا تقريبا كلهم كاع هذوك اللي باينين معروفين كاين ثلاثة فرق كاين اللي هما معروفين باين كاين الفرقة ديال بانا لا بابا كاين الفرقة ديال بوجمعة الحديوي كاين إلى آخره. نفس السير بالنسبة لكناوة ديال مراكش نفس السير بالنسبة الى اخره معروفين الفراقي ديال مراكش اخترنا هذوك اللي هما معروفين باين